يلا واحد يلا مرحبا فيكم شباكم معكم معكم سمير ولي انت هادي روح علي بيعرف يسبح طبعا مشان هيك بيستنى يفوت فوت جوا على الدوامة خليها تبلعك جود تمام بده يفوت على المي صباح الخير صباح الرواق اليوم نحن عاملين لكم فلوق بالسيارة اليوم فلوقنا بالسيارة اليوم راح نروح على المسبح يعني ما نروح بالسيارة لا بالسيارة بس نحن قررنا نستقبلكم بالسيارة أهلا وسهلا فيكم شلونكم شو أخباركم إن شاء الله كل أموركم تمام ورجعنا لكم فلوك جديد وفيديو جديد واليوم وين اخذنا؟ والله اليوم رايحين ما بعرف في اعطاني عنوان مسبح ورايحين عليه والشبيبه تعبانه يوسف ما في مرحبا؟ شيرزاد مطموز على المرة شيرزاد شيرزاد مو جاي على باله يسحب فيديو كل ما نطلع لمحل بتسحبوا فيديو طبعا جود نايم مو مبين كثير ويوسف كمان معصب المهم خليكم معنا خطوه بخطوه نرجيك ونرجيكم لوين رحنا وشو سوينا هذول ولا ورا البيوت بينه فوق مثل الجبل تتذكروا كان في افلام كرتون اسمه هايدي نفس الجبال اللي كنا نشوفهم محل ما جد هايدي ساكن كان اكترية المناطق بتشبهها اخذين اواعي لجود نقول بده ينام هنيك على قد ما حطيت له اواعي لانه بفوت بالمي وبيطلع شوفوا هذول هيك المناطق المبينه مثل بقع خضره نفس الافلام كرتون اللي كنا نتفرج عليه فوق ما في شجره بيقولوا على راس الجبل لما يكون الاكسجين قليل لا شيء على الشجر ما بيطلع كثير زيون شنو جينا هاي الطابات هني بصمدوا الحشيش للشتوية شايفين هنيك فوق هنيك نفس وقت كان جدا لهايدي ساكن تحسوا نفس المنطقة بس أنا ما بحب أسكن يعني علي روح قلبه يكون عنده بيت براس الجبل منعزل يقعد لحاله أحلى عيشة حلمي ان شاء الله بحققه باذن الله عادي هالحلم مانو صعب بيت براس الجبل مانو صعب وسهل المنال يعني شوف العالم جاي بسكليتات ومرايح عصبت ان شاء الله السويد يا دمير وين اخذنا؟ رايحين مع دمير نحن طبعا، دمير هلا استنانا يمكن هنيك وصل هو ما وصل ما بعرف. بقينا 10 دقائق. موبايلك رح يخلص شحنه. لا. بقينا 11% اسمع
اسمعي خلاص افصلي وهلا بعد شوي هدي الى ميلينا وهدول شوفوا وين وصلوا. طبعا المنظر هذا هو مسبح مكشوف هاي الاستاذ داميان يعني مستنانا برا يلا واحد يلا مرحبا فيكم شباكم معكم معكم سمير ولي انت حدي مسبح 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 في مي برا كمان في مي برا هلا من ارجيكم اياها كمان ما عم نقدر نصور كثير لانه ممنوع جبت كيلو متر المسافه من بيتنا لهون تقريبا 70 كيلو متر 70 كيلو متر 70 70 سبعين استنونا ومثل مشاهدين هون هون دافي المي مشان الاولاد منيح بس برا في كثير مسادح برا كمان هلا بس نطلع لبرا بنورجيكم هون ما رح نقدر نصوركم كل شيء لانه في عالم بجوز ما يرضوا يعني ممنوع يكون استنونا اتركوا اتركوا يمسك لحاله دور دور جنبه بور منيلا بابا 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 جود ماسك حاله بحاله هذا دايلان شو شو هون 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 شوفي شوفي جود شو بيسبح هلا طلعني شمال يا طلعني شمال يا وي Who is Dina? Nobody wants some Dina. Show Manila. Show Bill Alaini. Show. Look, show him the fire. Yeah. Yeah, he's coming. ماما ما بيصير تروح لحالك لبرا هذا مسبح صغير لجود شرب مي جود مسبح صغير وغرق فيه هذا منيح لإلي ولجود اوف ذا كافي ديف شيرزاد عم يلعب لك عم بي عم بفوت مي جود طبعا مسبح كمان هيك ارجيهم هيك لبرا شوي طرف الثاني برا هلا من برا بنروح هلا برا بنصور لك ما عم بسترجي اصور بلكي يقولوا لنا ممنوع عرفت بعد شيرزاد جود عم جود عم يشرب من هنيك بعد شوي عم يفوت على تمه بس كان تعملي هون برد لجوز شوفوا شلون طايف انا فوق المي شايفين طايف طايف والارض هياها هياها الارض وعلي طايف فوق المي انه لا ما يغركم المنظر انه دب الباندا شايفين هي سباحة اسبح اسبحين جود مبسوط بهالمي خد جود على الكبيرة أحسن له ماشي ماشي روح الكبيرة يلا هاي إجا شيرزاد مين جاي؟ بدي صوتي مو طالع من صوت الموسيقى والمي Yeah.
بيصير؟ شو عم بيصير؟ ها؟ ما فيها نظام انه واحد يوقف واحد ينزل عم ينزلوا ورا بعض. وينه شيرجاد راس طلع؟ نزل مرة ثانية؟ حلوة ولا ما حلوة؟ حلوة ولا ما حلوة؟ عم ترجع الظهر ما حلوة، بسبح القديم. يوسف عم يهرب وهرب دايلا كله عم يهرب. بس كأني رومي بايستو هو جريني شوف شوف مش تريد ان نقود بان بكتا هنا بدنا نقود بارتي 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 كوم دايلا هوني هاي بيقولوا لها دوامه او هي جاكوزي هون جاكوزي بيخلوه بس بارد كتير الهواء شايفين كلش فوق كلش فوق مسبح كبير المسبح تحت كمان ومسبح للاولاد وهي القعده كلياتها بس بارد كتير هون يعني جوا منيح جوا دافي شوف هدول هذا الجاكوزي هون الجاكوزي هناك فينو بس بارد جوا برد 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 برا نفوت لجوا طبعا مثل ما شايفين هي دوامه هون دوامه وشيرزاد عم بيلف لحاله يعني بفوت الولد بقلبه بيلف كثير المي حلوه شايفين هون طبعا هيك المسبح ملعب كبير هذا المسبح هيك والرنج فوق شوفون المشكله هون اذا بتكون درجه الحراره 30 على 30 انا الثانيه ما بتلاقوها 25 20 لانه حواليها جبال وجايب نص وادي كله عالي وهو بارد على طول بيكون موجود بس كتير حلو المساحة هلا هون برا برد هلا علي بده يفوت بالدوامة بابا شايفين طبعا هذا اللي بيسبح مثل الموج عاملين او تيارات مي هون ما فينا هون المي بتدفشك بتدفشك عم تروح بابا مشو داري مهم معك دم دب فروي هلا بابا هاري تشا هم بيخوف ما والله كيف توصي بابا هاري تشا وقتين بجافي دارك هم بيخوف دوامة عاملي روح علي بيعرف يسبح طبعا مشان هيك بيسترجي يفوت فوت جوا على الدوامة خليها تبلعك جود كمان بده يفوت على المي يلا ماما هلا بدي افوته لجوا نو نو هون برد ما فيك تروح بعكسه ماما انا ما بعرف اسبح ماما شيرزاد عم تقول لي اذا بتجربي حلو ها ماما انت دفقتي ماما انت مخزي تعرفي نو شغله ها ماما وقتي مخزي تعرفي نو شغله ها لانه مش مدخوس عداسي مثل الجاكوزي ماما كوني كاسي بيتي من بيبي يلا خلينا نفوت لجوا ثواني شوي ارجع شوي لورا اجي شلون هاي المي تطلع
عليك اللي عم يسبح نضال بأرضه. لأن المي عم تدفش. تعال نفوت لجوا مشان جود. يلا. ما رح أقدر لأنه ما رح أقدر مشان تمسك جود. ماما عزيزي جود عم تحرك. مشان تمسكه لجود. شيرة اطلع. شيرت جود مرحبا كيفكم؟ شو أخباركم؟ طبعا الجو كثير حلو. الساعة تقريبا رح تصير 6:30 ما في حدا كثير. بكره دوام كنت بروح على بيته بكير. الجو كثير حلو حلو للعائلات. ما في ضغط ما في عجقه كثير مثل ما قلتلكم. كثير مشوار حلو انبسطنا فيه كثير. طبعا معنا عائل جامير هو اللي دلنا على الموقع. وان شاء الله الفيديو يعجبكم مثل ما قلتلكم ورح نختمه بعدين. بس هي السباحه هون المي دافيه هون طبعا برا مثل ما عرفناكم مي بارده. بس هذا هو الفيديو. منطقه كثير حلوه طبعا. اليوم خلصنا الفيديو لما يردوم وساك اليوم حصلنا فيديو خلصنا الفيديو بنشوفكم من استنونا فيديو جديد استنونا فيديو جديد نايم مش ما يكسر. سلام عليكم سلام عليكم سلام.